رحنا ملف تاني الحقيقة نخفف بيه الجرعة يعني شوية التقيلة في بداية البرنامج، في الشتاء وانت في الشارع بتدور على حاجة تدفيك، واكتر حاجة بتدور عليها طبعا هي حمص الشام. تامر مجدي مراسلنا الحقيقة راح كده يتابع ويعمل معايشة جنب عربية الحمص الشام كده على الكورنيش في احد احياء القاهرة ويحطنا في الجو كده. ممكن تقول لنا ايه يا تامر عن التجربة دي بعد ما تاخد شفطة كده؟ يا ريت لو تقول لنا كلمتين. اهلا بيك استاذ معتز. الحمص في الشتاء ليه طابع خاص عند المصريين. الحمص في الشتاء عند النيل كمان بيبقى ليه طعم مختلف، خصوصا لو معمول من ناس جميله زي دول. الناس دي بتعمل الحمص بطريقه جميله. بس خليني اسالك الاول، انت محتاج دقه ولا شطه كتير يا استاذ معتز؟ لا عشان هو سالني عشان كان عايز يعمل حلقه واحد سبيشال، لانه امني الامانه دي على الهوا. قال لي اول ما تطلع الاستاذ معتز اساله ارجوك الحمص بتاعك عايز عليه شطه كتير ولا دقه كتير؟ لا هو لا لو شطه كتير لا، إيه؟ بس زود الليمون واقول له ان انا هجيله بجد، يعني مش هزار، مش كلام كده وخلاص، هجيله ها عشان يبقى مستنيني. استاذ معتز بياكد لك انه مش عايز شطه كتير، بيحب الليمون، وبيقول لك ان هو هيجي لك يشرب عندك الحمص. قول له بقى الاول الحمص اخباره ايه معاك بقى، وبتعمل ايه في الحمص وطريقته ازاي هنا؟ الحمص حضرتك الاول لازم بنجيبه الاول بننقعه يوم كامل عشان حضرتك يدي وزن معانا، ماشي؟ وبعد كده بنسلقه، ماشي اتفضل. وبعد كده بنسلقه، ماشي، لحد ما الحبايه حضرتك تطيب تبقى زي الزر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شاب حمص عينيا، لحد ما حضرتك الحمص يبقى يستوي كده، يبقى طري في بقى حضرتك. قول لي بقى الحمص في الشتاء في اقبال على الناس عليه كتير ولا اني وقت بالظبط؟ هو حضرتك شتاء وصيف جنب النيل على طول، الصيف اكتر كمان. تحت امر حضرتك، عاوزين ايه يا باشا؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ وسام طيبين؟ انتوا بتتمشوا ولا كنتوا رايحين فين؟ بامانه بامانه. بس احنا جايين ناكل حمص. حمص؟ بتحب الحمص شطه كتير بقى ولا دقه كتير؟ شطه وليمون كل حاجه. اديني. انت بتحب تشرب الحمص في الشتاء عشان بيدفيك، وبتحب تتمشى فيه على النيل، ولا ايه الميزه بالظبط انك تاخد حمص من على النيل تحديدا؟ والله بص، هي الموضوع مربوط، انت تحس ان هو جيت على النيل في الشتاء لازم تاكل حمص. هو من الحاجات العلامات هنا يعني، وبالذات في المكان ده كمان من زمان. وكوبري طبعا، كوبري قصر النيل والاماكن دي كلها اللي بيقف عليها عربيات الحمص، هو مختلف، حاجه مختلفه في الشتاء. الشطه بتدفي كده إيه؟ وحركات قبل ما اساله هو بسرعه، انت كنت بتجيبه بكام؟ لا اصل انا بقالي كتير جدا بره مصر بصراحه، فانا مش كنت، انا كنت بجيبه من ايام ما كان الكوبايه بجنيه وجنيه ونص وحاجات كده. جنيه ونص؟ اه والله. تخيل اساله اصل المعتز بقى بكام الكوبايه؟ بكام الكوبايه؟ قول الحقيقه. دلوقتي بخمسه وفي ب10. وفي لسه بخمسه كبيره. بمناسبه بكام يا تامر؟ بمناسبه بكام؟ جبالك قد ايه بره مصر؟ المشاريب بتاعت ضيوفك، ها انت تدفع المشاريب لضيوفك كوبايه الحمص بمناسبه بكام؟ بقت بخمسة جنيه وبعشرة جنيه على حسب الطلب. ها ايه رايك في الاقتراح ده؟ بخمسة جنيه يا استاذ معتز وبعشرة جنيه. خليني اسالك بقى، انت الحمص ماليش دعوه، ادفع انت لضيوفك. ده حاجه مهمه طبعا، لازم حمص على النيل في على حسابك المشاريب يا تامر. خلاص بينزل مكان هنا، مكان هنا بيكون مختلف يعني عشان يحرم ينزل تاني. لازم الحمص تمشي المدام بتاعتك بقى وتنزل تشتري معاها تاكل حمص والجو ده. دلوقتي لا، كان زمان. قول لي يا باشا، الناس عندك يعني الحمص بالنسبه لهم على النيل هنا احسن ولا على الكورنيش دايما بيشتروه؟ طبعا. ما تديني بس الحمص بتاعك. اتفضل يا فندم. على النيل يا فندم افضل. والله على النيل طبعا، النيل ليه سحر تاني خالص في الحمص. السعر ليه الزيادة كده؟ هنعمل ايه؟ ما الاول كنا حضرتك بنجيب الكيلو 30، دلوقتي الكيلو عامل 45. ماشي، ما هو كل حاجه بتعلى، غير الانبوبه، غير كل حاجه بتعلى. قوي، كل حاجه بتعلى زي الفل. طبعا. موضوع لطيف. الترمس والحمص شكرا. دايما احنا قلنا لكم تامر، اعذرني اعذرني عندي موضوعات كتير. الف الف شكر لتامر مجدي وضيوفه من على كورنيش النيل. الحمص الشام تقليد هيفضل موجود. هنروح منه فين؟ ده من ضمن الموروثات الثقافيه بتاعت المجتمع بتاعنا يعني. تامر عمل حاجه لطيفه جدا لو خدتوا بالكم معايا، لما قلت له يحاسب عمل نفسه مش سامعني. احسن واحد يخلع. طيب